أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح أن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون.
حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال وقال اركبوا فيها بسم الله مجرينا ومرساها إن ربي لغفور رحيم
يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا وقيل بعدا للقوم الظالمين.
فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمت نمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم
لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان يفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر صدق الله العظيم.